بعد وائل الإبراشي رحل الكاتب الصحفي ياسر رزق في نفس الشهر ده، غير طبعا إصابة أحمد موسى بكورونا. لكن ياسر رزق ده قصة وحدوتة، سموه كليم الرئيس ومفسر الأحلام، وأطلقوا عليه ابن الجنرال باعتباره الصحفي المدلل لدى جهاز الشؤون المعنوية، لدرجة أن المتحدث العسكري بذات نفسه يخرج ينعي وما يتكلمش، زي ما قلنا قبل كده أنه في 5 عسكريين استشهدوا النهاردة في سيناء، لكنه خرج مخصوص ما اتكلمش عنهم، خرج ينعي ياسر رزق، او معرفش يمكن هيتكلم عنهم بعد كده، بس هو كان المهمه بالنسبه له ياسر رزق. ده ما حصلش على فكره بالمناسبه مع وائل الابراشي اللي مات في نفس الشهر، عشان كانت اللقطه يمكن بقى في شرم الشيخ ومنتدى الشباب ما كانش حد فضيله ساعتها. المهم المتحدث العسكري طلع بيقول القوات المسلحه تنعي الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق. تنعي القياده العامه للقوات المسلحه احد رموز الصحافه المصريه الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة أخبار اليوم، الذي طالما خط بقلمه وسجلت كتاباته في حب مصر وجيشها بحروف من نور، داعينا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة. والله طيب ليه شخصية كياسر رزق يتم نعيه من جانب المتحدث العسكري؟ هو ده سؤال مهم، خلي بالك، واعتقد في كتير من حضراتكم فاهم ليه، بس في بوست الاستاذ قطب العربي شرح بشيء من الاسهاب والتفصيل ايه الفكره، ليه الاستاذ ياسر رزق بهذه الاهميه عند الجيش. كتب يقول الاستاذ قطب العربي: معرفتي بياسر بدات من التسعينات، تزاملنا في تغطيات صحفيه خاصه في القوات المسلحه، حيث كنا محررين عسكريين، هو للاخبار وانا لجريده الشعب. ياسر كان هو الطفل المدلل للشؤون المعنويه، وحصل على أول منحة زمالة في أكاديمية ناصر، وكان يتم تقديمه دوما هو وأسامة هيكل في صدارة المحررين العسكريين. هو نجل للكاتب الصحفي والأديب فتحي رزق وشقيقه خالد رزق صحفي بالأخبار أيضا. أهلته علاقته الخاصة بالقوات المسلحة، وخصوصا المشير طنطاوي وسمير فرج مدير الشؤون المعنوية وعبد الفتاح السيسي مدير المخابرات في ذلك الوقت، ليكون مراسلا للأخبار من الرئاسة أيضا. وهناك بنى علاقات مع هرم السلطة وأسرة مبارك بعد الثورة مباشرة، وبعد الإطاحة برؤساء التحرير التابعين لنظام مبارك عينه المجلس العسكري رئيسا لتحرير الأخبار، وركب ياسر موجة الثورة، لكن بتنسيق مع القوات المسلحة، حيث أسهم في صناعة ائتلافات شبابية استضافها في قاعة الاجتماعات بمؤسسة أخبار اليوم ليواجه بها المجموعات الثورية الحقيقية. وهو كان مواكبا لما فعله المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصناعة واستضافة عشرات الائتلافات الشبابية في نادي الجيش في جسر السويس. عايز يقول الأستاذ قطب تقريبا أنه ياسر أجاد لعبة القفز على الحبال، سواء أنت بتدعم لنظام مبارك أو علاقتك جيدة بيسقط النظام بتنط على الحبل اللي بعده. الدكتور خليل العناني أيضا لخص حياة ياسر رزق في تغريدة وقال: ياسر عمل محررا عسكريا لسنوات، اقترب من الجيش والمخابرات، وبات الطفل المدلل لنظام مبارك. يشاء السميع العليم انه ياسر رزق ما رحلش قبل ما يشهد على نفسه بذات نفسه ويوثق في كتابه الاخير الدور اللي لعبه. الكتاب جه تحت اسم سنوات الخمسين، ما بين يناير الغضب ويونيو الخلاص، وواضح فيه قد ايه كان متحامل على يناير مقابل تعريضه ل 30 يونيو. من يومين فقط خرج ياسر رزق مع نشأة الديهي وقابله أحمد موسى عشان يمارس دوره الموسمي في تشويه ثورة يناير اللي اعتبرها موجة ووئدت الحمد لله، مش ثورة بجد زي 30 يونيو المجيد. الحقيقة أنه فعلا ياسر رزق من يومين أو من 3 أيام يمكن طلع واتكلم على ثورة يناير كأنها موجة ووئدت، وأنه حصل اختطاف للثورة، وأنه الإخوان بقى حاولوا تغيير هوية الوطن وإلغاء فكرة الدولة. سبحان الله، وكأنه أريد له أن يسجل شهادته بنفسه على نفسه قبل أن يلقى مصرعه بعدها بأيام. مش موجة لثورة 25 يناير، حصل اختطاف لثورة 25 يناير ووئدت، عشان الكلام يبقى رأيي أنا الشخصي يعني، وئدت الثورة وضاعت أهدافها كلها، لا حرية ولا عيش ولا كهرباء ولا ميه ولا تنميه ولا مشروع ولا عداء اجتماعي ولا كرامه، ودرت كرامه الانسان، وجرى اختطاف للثوره، وجرى محاوله لتغيير هويه وطن عمره 7000 سنه، وتغيير يعني
عايز اقول ايه، فكره الدوله نفسها الدوله الوطنيه سقطت قدام مشروع الاخوان، اسقط الغاء فكره الدوله. مظبوط، يعني الغاء فكره الدوله الوطنيه، وانك كنت مجرد ساتلايت او تابع لتركيا زي ما شفنا لما جاء اردوغان هنا كانه الخليفه الثوره الكبرى. الحمد لله نجحنا والعمليه نجحت، كانت موجه ووئدت. وطبعا وقال لك هي اتخطفت، ما قالكش مين اللي خطفها، بس اشار لمشروع الاخوان وقال لك الحمد لله هويه الدوله. احنا الحمد لله حافظنا على هويه الدوله، بس ما شفناش لا عيش ولا حريه ولا كرامه بس مش مهم، حافظنا على هويه الدوله. العمليه نجحت والمريض اتشل، تحيا مصر. طبعا كل ما انتجته الثوره بيتم تشويهه وذبحه على المذبح العام على الملأ، وعلى راسه اول رئيس منتخب بعد ثوره يناير دكتور محمد مرسي الله يرحمه، من غير ما يتورع ياسر رزق ويقول انه مرسي في ذمة الله ولا انه في اي ولا حاجه. ده فيديو من 5 يناير الجاري طلع برضه بيتكلم، هو كثف ظهوره على فكره مؤخرا علشان يروج للكتاب اللي عمله، اللي هيكون بقى شاهدا اما له او عليه، الاخره دي بين يدي الله. لكن احنا لينا المواقف اللي في الدنيا. طلع اتكلم عن كلام، عن حديث الرئيس مرسي الله يرحمه عن القوات المسلحه، وانه ازاي كان استبن، وانه ازاي كان احتياطي، وحاجه اخر جمال. هو محمد مرسي اللي بيقول عليه المرشد، يجيبوا ستيب ويحطوه، يجيبوا كرسي ويحطوه، بيدوا الكرسي، بيدوا الكرسي، بالاضافه لقدرتهم على الحشد والتنظيم المكتسبه من 80 سنه غير القوى السياسيه الاخرى اللي بعدها. نجح قبل الانتخابات، طلبت من محمد مرسي انه نعمل معاه حوار كمرشح، وطلبت من فريق احمد شفيق، فريق احمد شفيق قعد يعني يتشجع شويه وبتاع. المهم عملنا معاه، بس عملنا مع مرسي الاول، وفي وسط الكلام بقول له انت عارف انك لو نجحت مش هتبقى القائد الاعلى للقوات المسلحه طبقا للاعلام الدستوري. قال لي ليه بقى، احنا هنحمرق من اولها. قلت له وراه مرسي. لما جيت سالت الفريق احمد شفيق، دي طريقه مرسي بطبيعته، لكنه كان بيحاول انه يعني يخطب ود القوات المسلحه. الكام احترمنا والقوات المسلحه، وانا كنت في الحرب الكيماويه عسكري، يعني بيكلمني زي ما يكون منتجومري. وبعدين الفريق احمد شفيق فبساله على فكره بعد الحته دي هيخبط، هيقول لك احمد شفيق قال حاجات وبتاع. فاحمد موسى والله العظيم اللقطه دي كانت دراما لو كنت من جد. احمد موسى قال له طب خلاص نطلع فاصل، قام زغير له بعينه كده. كانت المفروض اللقطه تبقى عن مرسي، كلها عن مرسي، وكان عامل نفسه منتجومري وبتاع، الحاجات دي تضحك احمد موسى جدا. اول ما يبدا يخبط في حاجات كده كانت تلاقي الدنيا تبقى ايه، يوري له العين الحمراء. طلع بعدها ياسر رزق برضو وقد افضى الى ما قدم، بيقول قبل ما يموت بثلاث ايام، بيتكلم عن يناير وان هي اللي جابت الاخوان، وان هم كانوا هيدوا الارض للاسرائيليين. اخوان كانوا يدوا الارض للاسرائيليين، ماشي. سيبك بقى من انسى 36 جزيره اللي اتبلعوا، وانسى كل حاجه وتيران ولا الهوى، بس هو مرسي كان هيدي الارض للاسرائيليين، واحنا انقذنا البلد الحمد لله. هو الاسلام السياسي هو القادر على تسويق، وظهر ذلك في جماعه الاخوان فيما بعد، هو القادر على تسويق السلام الاسرائيلي، لانه فكره الوطنيه مش موجوده عنده، مستعد لدفع اي ثمن حتى من السياده الوطنيه في سبيل استيلائه على السلطه. شفنا ان محمد مرسي كان مستعدا انه يقتطع من ارض مصر 1600 كيلو متر مربع شريحه في شمال سيناء، وتقدم الى الدوله الفلسطينيه اللي المفروض بتسوقها، بيسوقها المشروع الاسرائيلي، في مقابل يعني تبادل اراضي في مقابل. على فكرة في مثل مصري كده بيقول لك اللي مش عارف ايه تلهيك وتجيب اللي فيها فيك، عارف؟ وفي نسخة مؤدبة من المثل يقول لك رمتني بدائها وانسلت، عارف انت القصة دي؟ هو مين اللي باع الأرض؟ مين اللي فرط؟ مين اللي تنازل؟ مين اللي خد بالأمر المباشر الجزر وعمل؟ على فكرة أنا ما عنديش مشكلة، لأن في ناس بتطلع، ودي حاجة شيء غريب جدا، في ناس تطلع يقول لك والله الأستاذ ياسر رزق ده كان راجل محترم، وكان كاتب صحفي قوي، وكان شاطر، وكان خلوق، وكان أستاذ، وكان معلم، وكان وكان. يا عم على راسي، أنا ليا موقفه السياسي، الراجل ده عمل إيه في الصحافة المصرية؟
في السياسة المصرية؟ الراجل ده دلس ولا ما دلسش؟ الراجل ده كذب ولا ما كذبش؟ الراجل ده ضحك على دقون المصريين ولا لا؟ الراجل ده دعا لاجتساس شريحة من الشعب المصري ومعاملتهم كالنازيين بعد الحرب العالمية الثانية ولا لا؟ ولا ما عملش كده؟ عمل كل ده. استقامته وحسن خلقه ده بينه وبين ربه هو أفضل إلى ما قد. إحنا في الدنيا حضرتك المواقف بتحاسب عليها. إيه ده كان جزء يعني بسيط لدور ياسر رزق وأمثاله كده زي وائل الإبراشي وعمر أديب وأحمد موسى اللي بيحملوا غضب وبيحملوا غضب ويحملوه كراهية 25 يناير إن هي كل حاجة. وفي الآخر بتيجي بس أنت بتيجي على لحظة واحدة إن أنت بتبقى بتتنفس إن الشعب المصري فرح إن كمية النتانة قلت في الهواء. تيجي تقول له والله يذكروا محاسن موتكم. لا بالعكس، ده هو ربنا عز وجل بيقول في كتابه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الناس اللي بتتظلم، اللي بتتغش، اللي بيكذب عليها، اللي بيتلعب في وعيها، اللي بيعبس في مقدراتها، لما واحد من الظلمة دول يغور في 60 داهية يبقى ألف ألف بركة وربنا هيحاسبنا كلنا، كلنا هنحاسب، كلنا سنقف وسنوقف بين يدي الله.